فاضي. يا مهندس منك كتير جاي من مصر يا استاذ رمضان. اما اسالك في القصر رد مش من راحه. ايوه يا اخويا ارقص. ايوه الدلع عايزك تفرح. الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات هات يا اخويا هات. تاني هخليك الفت. انزل واطلع انزل واطلع يا اخويا فرحني. انبسط انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي؟ لابس حلقه يا ولد؟ الايبود. الايبود ده اه والايبود ده هنا هو اللي بيرقصك كده. لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا بص بقى اني هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على واحده ونص. اه اسمع كده. ايه رايك فتحي باشا يا اساتذه؟ مدير مكتب معالي الوزير جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا واحنا كلنا خدامينه. في العاب معينه يحب يلعبها رمزي باشا. رمزي باشا بيلعب سكواش. عندكم لاعب سكواش؟ ينوجد الكيس. نجيبه. هو احنا مش كان عندنا كسواش؟ رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي. يا فندم احنا نعياله. ايوه معالي الوزير انا في المدرسه. مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايتها حاجه. تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط. وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع الابوار يبعت يوميا دسته جاتوه لرمزي باشا عشان نفسه تتفتح على المذاكره. ايه ده زلزال؟ يا هلا بتجروا ليه كده؟ استاذ رمضان بيضرب الواد الجديد. انهي واد؟ يا نهار اسود استاذ رمضان. الله يخرب بيتك يا استاذ رمضان ده هيقفل لنا المدرسه. انت بتضحك عليه يا نهار مش بايت عليا وعلى خديني. اوعى اطلع يا رمضان اوعى. بس يا ولد انك نوح انا وان كنت الاخير زمانه لا آتٍ بما لم يستطعه الأوائل. اعربي يا ألفت اعربي يا ألفت اللي بتمشي على الترعة بالعربية وتخبطي في الناس. اعربي يا ولد. لم أداة جزم. كمل. يستطيع فيرب مدرب مجروب. يستطيع ايه يا أخويا؟ فيرب. فيرب الفعل بقى فيرب يا أولاد. بس يا ولد بس الفعل بقى فيرب. الولد باشا بيتضرب اكسروا الباب. عظيم بيمين ابدا اللي هيكلم كلمه لا يتعلم مكانه. انت يا جزمه يا ابن الجزم. يا خدي يا خدي يا خدي يا خدي. ايه اللي بتنيله ده يا رمضان؟ فك الواله. ابوس ايدك فك الواله. لا يا اخويا مش هفك الواله. الواله ده هيتمد على رجليه. ده قلبني في الدرع. انت مش عارف الواله ده ابن مين؟ هيكون ابن مين يعني؟ ابن وزير التربيه والتعليم. ايوه ابن وزير التربيه والتعليم. اخويا انت مسكت في الكلمه قوي. خليه ابن وزير الراي. لا لان في الحقيقه ده ابن وزير التربيه والتعليم. الكلام ده صح يا حضره الوكيل؟ مالها بردت كده ليه؟ ولا اني باين اني جعان؟ كان مستخبي النفين ده كله يا ربي. هيرفدوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفد وبس يا امي. دول ناويين يحولوها جنايه. هيسجنوه يا اختي. ده انا ماليش في الدنيا غيره. امن عليك يا رمضان اول ما توصل مصر تروح السيده نفيسه تقرا لها الفتح وتطلب من ربنا يخرجك من الشده اللي انت فيه. مدد يا ستني. وامن عليك يا رمضان لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي ازازه ريحي من جار المقام. مدد يا سيدني. وامن عليك يا رمضان تجيب لي حته قماشه 6 متر من بيتي هعملهم جلابيه. امي عايزه قماشه من بيتي. دي مهزله. المدرسه دي لازم تتقفل. استنى يا رب. كلكم لازم تتحاكموا. معاليه باين عليه مزاجه وحش النهارده. الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه. وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟ نبي ما هيجرى حاجه. 6 حالات جواز عرفي عندك في المدرسه. الاطفال عمرهم ما عداش 16 سنه. الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي. يعني التربيه تيجي قبل التعليم. ده سن خطر جدا يا معالي الوزير. محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه.
رمضان مبروك ابو العالمين حمودة. خليه يدخل. يا اعدل الناس، يا اعدل الناس الا في مخاصمتي فيك الخصام وانت الخصم والحكم. انت الخصم والحكم. نعم. وعشوية شوية اخلص سمحت. يا معلم باشا انا جاي النهارده عشان ابص الايادي، ولو في حاجه تاني غير الايادي مستعد ابص. الهي ما واروح، الهي اتشل واقع قدام سعادتك مسؤول على المكتب دوت، الهي يدهسني قطره يفرق كل حته فيا في حته، الهي يدب فيا ده النتالي والناس ما تطيق ريحتي. اني ما كنت اعرف اني معاليه يبقى ابني معاليك. انت اللي ضربت ابني. لا مش انا، مش انا، هي دي، هي دي. الهي تنشلي، كنت تنشلي تنشلي قبل ما تتمدي على بعلي. ومين بقى اللي قالك ان انا زعلان منك؟ بالعكس ده انا سعيد وفخور بيك جدا. وبالمناسبة ده يثبت لي ان التعليم في الارياف افضل 100 مرة من المدارس اللي انتوا بتفتحوها. فخور بيه؟ يعني معليك مش زعلان مني انني ضربت معليه؟ بالعكس انت هتاخد مكافأة يا استاذ رمضان. مكافأة؟ يو داريو. الاستاذ رمزي ابن سعادتك. استاذ رمضان اتفضل اتفضل. اهلا يا اخويا. اهلا يا شملول. اوعى تكون فاكر ان ابوك اللي واقف دي هيحوشك عني. لا يا اخويا تعال اقف قدامي هنا. تعال اقف هنا. تعال هنا. اوكي دونت تاتش دونت تاتش دونت تاتش. ما وقفتش قدام الياد زي ما قلت لك. ام فاين ام فاين. طب اسمع يا اخويا انا دلوقتي هقول لك جمله تعربها قدام معالي الوزير، ويمين ثلاثه ان ما اعربت صح لكن مدك في مكتب معالي الوزير. ها اعرب يا اخويا. انا وان كنت الاخير زمانه لات بما لم يستطعه الاوائل. اعرب. لم اتت جزم. ايوه. يستطيع فيرب مضارع. فيرب تاني. خلاص فيرب تاني. خلاص خلاص يا معالي الوزير بيقول سعادتك. فيرب معلش فيرب. يعني انا مدرسه لغه عربيه ولا لغه انجليزيه؟ خلاص يا استاذ فيرب يا ولد. بتحرجني قدام معالي الوزير عشان خاطري. عشان ماشي. بسم الله ما شاء الله. دي معجزه يا معالي الوزير. أنا مش قادر أصدق لو داني ولا عنيا. سعادة الوزير أنا محتاج الأستاذ رمضان عندي في المدرسة، هو ده اللي هيعدل الميلة وبالمرتب اللي هو عايزه. ها إيه رأيك يا أستاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير اللي تشوفه سيف على رقبتي، بس أنتوا فاجئتوني. أنا كنت عامل حسابي إن أنا جاي أتحبس، الموضوع جه فجأة. فسيبونا يعني نستخير الست الوالدة وناخد يومين ثلاثة نفكر، واللي في الخير يقدمه ربنا. أخوك رمضان مبروك أبو العالمين حمودة مدرس اللغة العربية الجديد. تشرفنا يا أستاذ رمضان. فريد باهر مدرس الساينس. هو فين دي؟ أنا فريد باهر. أهلا وسهلا تشرفني. المدرسة ده هي تيجي لها كام فدان؟ فدان؟ اللي أقول لي يا أستاذ فريد، هو أنت ما عندكش حصة ولا إيه؟ فاضي يعني؟ فاضي فاضي إيه بس يا أستاذ رمضان؟ أصلي شايفك يعني ماشي براحتك في المدرسة ما وراكش حاجة. تخيل تخيل يا أستاذ رمضان، الولاد مش عايزين ياخدوا حصة، قلت اسيبهم براحتهم. قلت عدي يا بنت، عدي يا بنت بلاش نكاع، عدي. مالهمش مزاج ايه؟ ياخدوا حصة. يا صلاة النبي أحسن، لو التعليم هنا بالمزاج دي تبقى مسخرة. يا أستاذ رمضان، الطلبة اللي هنا المدرسة بالنسبة لهم فسحة، كلهم بيعتمدوا على الدروس الخصوصية. يا ابن الخيبة، هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويقعد على ترابيزة السفرة ويتحط له الشاي والكيك، هيبقى له كلمة على العيال بعد كده؟ عليه العوض. انت مالك متأثر بكلامي كده؟ اصلي لسه واكل الكيك امبارح. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من غضب الله. ماسكينهم في شقه دول ولا ايه؟ طب ما يغطوهم بملايه لحد البوكس. يا استاذ رمضان دول عندهم حصه سويمنج. حصه ايه؟ سويمنج يعني سباحه. سباحه والناصر عارف ده ساعات بينزل معاهم. يا نهار اسود، لا انا شكلي هتعب في المدرسه ده. هي اهدي. ايه المسخره ده؟ هي كوره في الفصل؟ اقعد يا هلا اقعد. انت يا بت اقعد على التخت بتاعك. تخته؟ ايوه يا اختي تخته. ترمي انت يا عبد الحليم يا حافظ، اقعد مكانك يا اخوي. ترمي مكانك وانت نازل رجلك. ايه المصيبه اللي انا جيت فيها ده؟ هي انت يا ادهم شعري معفن. انت تعدل تعدل، بص قدامك. لما الاستاذ يدخل يبهم انت وهو وهي، تقوم وتقفوا قيام. تنفخ ليه يا رحمامه؟ انفخ انفخ، انا اوريك النفخ في الامتحانات ان شاء الله. نتعرف الاول
عن الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة. كويس قوي، ما كنتش أعرف إن اسمي بيضحك. يا أختي افتحي بوك تاني، فاهم ولا لا؟ سوري يا مستر. لا يا أختي أنا مش مستر، أنا أستاذ رمضان. ترزهم ترزهم. إيه يا ابني دي؟ إيه دي؟ أنت اسمك إيه؟ أيمن كريم الششتاوي. كريم الششتاوي؟ أيوه ابن وزير البيئة. أيوه ابن وزير البيئة. طب يا أخويا ما تتنكش قوي كده، دي السحابة السودا جاية لحد دماغك، بكرة دي يتحلق بدل ما أحرقهولك، فاهم ولا لا؟ أنت يا أخويا اللي بتنفخ، اسمك إيه؟ محمد أحمد الخرساني. أحمد الخرساني؟ أيوه وزير الصحة. أيوه يا أهلا يا أهلا، باين عليك الصحة، انبسط. أمانة عليك وأنت قاعد في البيت، إيه هات سيرة المستشفيات الحكومية اللي الناس بتترمي فيها على البلاط وأكياس الدم الملوث واللي أنت عارفه، يمكن حد يهتم. أوكي أوكي. أنا بشحت منك هذا اللي يتعدل. أوكي. وأنت يا أخويا اسمك إيه؟ اسمي أمير المصري وبيدلعوني بيقولوا لي وائل عبد السلام. إحنا هنستظرف يا دي أنت ولا إيه؟ مش بستظرف والله، حضرتك أشرح لك الموضوع. اشرح لي يا أخويا. ماما كانت عايزة تسميني أمير وبابا عايز يسميني وائل، اتخانقوا. أمي كانت حامل في الشهر الرابع فهو مش عايز ألعق يا ست حامل يعني، فقال خلاص نسميه أمير ونكدب عليها. لما خلفتني جدتي أم أبويا ما بتحبش أمي أساس، فقالت خلاص نسميه وائل، فأم تقول لا أمير ودي تقول وائل. بعد اسكت بقول لك. ما هو بعد بقول لك اسكت. أنا مالي يا رزق، أنا ما أحب أندهك. أقول لك إيه؟ يا جلال شكلك رخم وسنتك سودة طينة معايا. انفخ، عايزك تنفخ. قوم يا عادي انت، من ساعة ما دخلت شكلك مستفزني. قوم يا شكلها سنة سودة. اسمك ايه يا فرع؟ شهاب عبد الحميد النجار. يا عادي يكون اللي ببالي. هو وزير الداخلية. اتفضل استراح يا سعادة الباشا. اتفضل. لحظة واحدة، لحظة واحدة، ما ينفعش تقعد كده. هاتي يا بنت انت منديل ولا حاجة؟ هاتي حاجة، هاتي يا بنت. الله يخرب بيتك. اتفضل استريح. اتفضل. اسمع يا عادي انت وهو. اسمع يا حبيبي، انا اللي جايبني هنا معالي وزير التربيه والتعليم شخصيا، يعني لا يهمني ابن فلان ولا ابن تيرتان. طبعا الكلام دي مش ليك انت. استدعاني وزير التربيه والتعليم وقال لي والنبي يا استاذ رمضان، قلت له انا ما بحبش الحلفان، انجز، عايز مني ايه؟ قال لي العيال ده هون امانه في رقبتك، وانا يمكن اخون الامانه، يعني لو انتوا فاكرين ان انتوا مسنودين انا كمان مسنود. يو وات كانوا بيبول. اهلا يا حيلتي. اهلا، كنت فين يا غندور انت والشملوله؟ اصل جيجي ممكن. مين جيجي ده؟ هي جيجي. هي ده هي. اهلا يا ست جيجي، كنت فين وسايبين الحصه؟ اصل بقى لها يومين قافل الموبايل. ف ما تقفل الموبايل ولا تتحرق هي والموبايل. انتوا سايبين الحصه، كنتوا فين؟ تيجي ايزي، شي هاد بوي فريند بروبلمز سو اي كانت جست وات اوت. هير بوي فريندز ا بيت اوف ان ايديوت. يا سو اي جست يو نو ستيبت اب تو هير اند سيد وات واتس جوين اون مي واتس رونج وذ يو مان. خلاص. اذا كان على كده براءه. تفيا بنت اللي بقى انا غوري مكانك، امشي. يلا يا اخويا امشي. انت بتشوح يا ولا؟ شكلك نسيت التعليق اللي في السقف. ها اجري. ايوه كده، الناس تخاف ما تختشيش. اسمعت اهو، هي كل واحد يطلع كتاب الصرف والنحو، هعمل لكم امتحان مستوي. استاذ رمضان. ايوه يا باشا. مش لاقي الكتاب. انا مش لاقي ايه؟ كتاب مش معايا. لا في كتاب، هاتي بنت الكتاب ده. ايه بس لو انا سقطت؟ ما تسقطي ولا تتنيلي ولا عايز ان انا اتحبس. اتفضل يا باشا. وحشتيني قوي يا امي، ربنا كرمني وسكنت جنب اولياء الصالحين، ومعايا راجل طيب في البيت اسمه الحاج طه بيلم لي الكراريس.